مرحبا بكم في قناة أم سارة. اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا حساء الفطر والخضر من سلسلة طبخ رمضان. قبل ما نبدأ نطلب منكم الضغط على سبسكرايب وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. بالنسبة للمقادير عندي حبتين بصل، 3 حبات بطاطا، 3 حبات قرع أخضر، مقدار من الفطر، جبن أبيض وزيت، ملح وفلفل أسود. في الأخير ضفت الجبن الأبيض وكاس من الحليب وطحنت الكل مع بعض. وفي الأخير نقول لكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.